السلام عليكم البنات، مرحبا بكم على قناه جمالك مع ملاك. ومع اليوم فيديو جديد ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هاد السفيفه او لا ملاقيه او لا كيفاش نقدروا نسميوها، نديروها في السوق في الطول ديال الجلابه في هذا بواحد الطريقه في حقه رائعه رائعه. دوك الوجه ديالها في حقه على الشكل هذا رائعه. انا هذه بالنسبه لي انا غنقدر نخدمها في نص الطوق وندير في الدوره ديال الطوق، ندير غير دريس وفي الكميمات غير دريس. هادو نيت هاد الدريس اللي انا مدوره هنايا في الجناب هو اللي ندير في الدوره ديال الكول ونديرو في الكميمات، غتجي رائعه جدا. نديروها في الجلابه على طولها، في قفطان على طولو، اي حاجه بغيتو توظفوها في حقها توظفوها. انا كنت درتها وعجبني الشكل ديالها، قلت ولا بد نشاركها معكم. لهاد الملاقيه هذه غنحتاجو كما شفتوا هنا راه كورميطه هذه بالكروشي، كتجي لها الشكل هذا. ما نقولش لكم الروعه ديالها كيفاش كتجي. غنحتاجو الحرير من القصبه مباشره، غادي نحتاجو الحرير هذا العقيق عفوا هذا المكركب هذا هذا الصغير، وغادي نحتاجو الكريستال نمره 3. انا باش خدمت نمره 3 هذا ماشي 4 3. وغنحتاج الخيط ديال الخياطه والابره الرقيقه باش تدخل ليا هذاك العقيق المكركب. من طبيعه الحال المقص دائما تيكون حدايا، هاد السفيفه غادي نحطها حدايا. وغنحتاج هنا الحرير من القصبه مباشره على 4 ديال الشعرات. بالنسبه للبنات اللوينات انا خدمت لكم بهذا اللون حتى يعجبني ودخلت فيه هاد اللوينات. انتم تخدموا باي لون عندكم وتدخلوا فيها اللون اللي عجبوكم. بالنسبه لي هنا هي بسم الله الطريقه ديال البدله ديالها. غندير هذيك الحزمه في الاول ديال الكروشي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذه. يعني هنا يلا شديت غير ديك العوينه، غنحسب غادي ندير واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه والغرزه السادسه، وغادي ندور وغادي نخدم كل غرزه كل سلسله نخدم فيها غرزه حشوها. واحد ها جوج ها ثلاثه اربعه سين قتلي الغرزه. نحتاج هنا الغرض ديالي بخمسه ديال الغرز، هذا هو الغرض ديالي بهم. كملت خمسه ديال الغرز الحشويه، السطر الاول والثاني هما اللي كيكونوا شي شويه صعابين. دابا غادي ندير واحد سلسله وغادي ندور الخدمه ديالي. ملي غندورها كل غرزه غنعاود دي فوق منها غرزه حشو. واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة. ندير عاوتاني واحد السلسلة وندور عاوتاني نخدم خمسة ديال الغرز أخرين. دابا الخدمة ديالي بدات كتسرع. الغرزة الأولى الثانية الثالثة الخامسة. ندير عاوتاني واحد السلسلة. دابا نتابعو مزيان. دابا هنا غنبداو الكورميطة ديالنا. في الغرزة الأولى غنشد غرزة حشو على هذا الشكل هذا، وغنديرو واحد جوج ثلاثة، وغنمشيو مباشرة للغرزة الخامسة والأخيرة. نحاول نشدها مزيان الغرزة الخامسة والأخيرة، وغادي ندير فيها غرزة حشو. هاهي وغندير واحد سلسلة وندور ندير غرزة فوق هاد الغرزة الأخيرة. ها هي ونعمر ثلاثة هنا في السلسلة. واحد جوج
ثلاثة، وغادي ندير عاوتاني غرزة في الغرزة الأخيرة. إذا هنا حصلت على خمسة ديال الغرز اللي كانوا عندي، رديتهم عاوتاني واحد السلسلة، وغنعاود نخدم فوق هادوك خمسة ديال الغرز الحشو، غنخدم خمسة ديال الغرز حشو واحدة أخرى. واحد واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة، عاوتاني واحد السلسلة، وغادي ندور كل غرزة ندير فيها غرزة. واحد درنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غندور ندير سلسلة وغندور الخدمة ديالي. دابا نتابعو مزيان، ما نغلف، ها هي غرزة حشو. دابا شنو غادي ندير باش نغلف هاد ثلاثة السطورة اللي درت؟ الأول خيط على الكروشي، وغنجي هنا في هاد الفراغ وغندير غرزة نصف عمود، ها هي، وغندير عاوتاني غرزة نصف عمود حداها، ونعاود ندير ثلاثة ديال التغليفات اللي كندير ثلاثة الخطرات، غرزة نصف عمود ها هي كملنا. إذا هنا درنا غرزة حشو ودرنا ثلاثة، هي أربعة، والخامسة هي هذه اللي غادي نشد في الأخير. هانتوما كتبان لكم الكورميطة ديالي تكونات في الأول كما شفتو. غندير عاوتاني واحد سلسلة وغادي ندور، غندير هنا غرزة حشو كما شفتو، وغنعاود عاوتاني واحد جوج ثلاثة، وغنمشي مباشرة للغرزة الخامسة والأخيرة، هاهي. عاود تاني غندير سلسلة وغادي ندور، هاد الغرزة اللي خدمت الأخيرة كندير فيها غرزة حشو، هاهي، وكنعمر هاد السلسلة هادي بثلاثة، واحد ها جوج ها ثلاثة، وكنشد من طبيعة الحال دائما الغرزة اللي خدمت الأخير يعني خمسة. ندير عاوتاني واحد السلسلة وغندور، هنا كل غرزة ندير فوق منها غرزة حشو الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، رقم خمسة، عاوتاني واحد هذا هو السطر الاخير. في المورا غنبدا نغلف، كيكونوا غير ثلاثه ديال الاسطور ديال غرزه حشو. خدمه سهله 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 وبسيطه، وكتطلع لكم البنات دغيا كما شفتوا. وغندير واحد السلسله وندور، نجي هنا غندير غرزه حشو، وغادي نبدا نغلف عاوتاني هادو اللي درت. نحاول نقد يدي مع الصهد، يدي كتسلق. غرزة نصف عمود اللي كنديرو هنا، غرزة نصف عمود هاهي. غنعاود درت الأولى، غنعاود الثانية، ونعاود نعاود الثالثة، هاهي، وغتبقى ليا غرزة غادي نشدها هنا كما شفتو. هاهما الكورميطة ديالي هي بدات كتوضح ليكم ياكم. غندير دابا عاوتاني واحد السلسلة وغادي ندور، دائما كندير غرزة حشو الأولى على هاد الشكل هذا، وندير واحد جوج ثلاثة، وغنمشي للغرزة الأخيرة يعني الخامسة، وغندير واحد السلسله وغادي ندور. غرزه حشو اللي خدمت الاخيره غندير فوق منها غرزه حشو، ها هي، وهاد ثلاثه سلسله غنعمر فيهم ثلاثه،
واحد جوج ثلاثة، والأولى اللي درتيها الرابعة والخامسة هي هذه اللي غادي نخدم في الأخير. عاوتاني واحد سلسلة غادي ندور، واحد جوج صافي البنات. بغيت نكمل غير هذه ونوريكم كيفاش ندوروا غرزة الحشو. ثلاثة أربعة خمسة، نعاود بقى لي غير جوج سطور، كل غرزة نديرو فيها، كل غرزة حشو كنخدمو فوق منها غرزة حشو. كنتمنى نكون شرحت لكم بطريقة سهلة. دائما واحد السلسلة وندور، هنا غادي ندير غرزة حشو وغنبدا نغلف. هنا غادي ندير ثلاثة ديال غرزة نصف عمودية، الأولى هي الثانية، عفوا درت الأولى هي الثانية، نعاود الثالثة ونخدم الغرزة الأخيرة فيها غرزة حشو. هاد الخيط البنات جاني شوية كيتشنتف، دابا ملي وصلت هنا غندير واحد السلسلة وغندور هنا في الجناب، غندير غرزة حشو. هانتوما إلا لاحظتو كنا كنديرو سلسلة وكنديرو السطر وكنخدمو في السطر الموالي، سلسلة وكنخدمو في السطر الموالي. هاديك السلسلة كل سلسلة البنات كنرجعو كنديرو فيها غرزة حشو، ما خصهاش الخدمة تجينا مكمشة نهائيا. نتوما فاش تخدموها بيديكم غيجيكم دوك الفراغات ديال واحد السلسلة غيجيكم باينين. كل سلسلة البنات غديروا فيها غرزة حشو. صافي انا غندور غرزة حشو ونوريكم في النهاية كيفاش كتجي. هانتوما البنات انا خدمت هذه واحد شوية، كما قلت لكم كل واحد سلسلة كنديروا فيها غرزة حشو. هانتوما لاحظتوا الخدمة ديالنا راه ما جاتناش مكمشة نهائيا، ما خصهاش الخدمة ديالنا تكمش. كل واحد سلسلة كنديروا فيها غرزة حشو. هنا غتنتبهوا مزيان وتخدموا غير بهدوء وبشوية. كما قلت لكم هذيك واحد السلسلة حنا هي اللي كنتبعوا، هي اللي كتجينا كتعطينا الحساب ديالنا مقاد. انا دابا كملت هذه الجهة هنا من الفوق كما درت هنا، لانني ما غاديش ما نتحتاش البلاصه الفوقانيه، اهم حاجه عندي هما الجناب البنات. دابا هنا غير كندور باش نوريكم الدرس كيفاش غادي ندير ليه. هانتوما انا وصلت دابا هنا للقنت، دابا شنو غادي ندير؟ غندير واحد السلسله ونلوي الخيط على الكروشي وغادي نقز واحد جوج، غنمشي لغرزة حشو الثالثه وغادي ندير ثلاثه الاعمده، واحد جوج ثلاثه، ثلاثه ديال الاعمده كما شفتوا. غندير واحد السلسله وغنجي هنا وغادي نجمع هاد ثلاثه الاعمده بواحد ثلاثه اخرين. هاد الدرس فايت درته معكم في القناه، العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث كما شفتوا. دابا غنقز غير غرزه وغادي نشد في الثانيه، ها انتم هذه الحبه الاولى ديال الدرس. عاوتاني غندير واحد السلسله ونلوي الخيط على الكروشيه وغنحسب واحد جوج، نمشي لغرزه حشو الثالثه وغادي ندير فيها ثلاثة ديال الأعمدة أخرين، ها واحد ها جوج جوج ها ثلاثة، وغندير واحد سلسلة وغنرجع مور ها ثلاثة ديال الأعمدة وغادي نغلفهم بثلاثة ديال الأعمدة أخرين، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. غنقز غرزة غنمشي للثانية باش غنثبت هاد الدرس ديالي. كما شفتو هنا داك الواحد السلسلة هو كيعطينا هاد الفراغ هذا باش كندخلو ديك العقيقة ديالنا. عاوتاني واحد السلسلة ونحسبو واحد جوج ثلاثة،
نطلق الزيت كما شفتوا، وندير العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث واحد سلسله، ونرجعوا نغرفوا هاد ثلاثه الاعمده اللي درنا بثلاثه ديال الاعمده واحد اخرين، ها العمود الاول ها العمود الثاني والعمود الثالث، كننقزوا غرزه كنشدوا في الثانيه. ها نتوما البنات كيجي الدريس ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي انا غنحبس هنا، غندير واحد غرزه حشو وغندير سلسله، غادي نجيب غادي نقطع. صافي هنا الطريقه ديالنا راه باينه كما كتشوفوا. دابا انا غنوريكم هاد الكورميطه كيفاش غادي ندير ليها لاخير. انا نسيت ما درتش البره، ما درتش فيها الخيط، ندخلها عرفتي هاد لي باري الصغار. دابا غادي تدخلي لها الخيط، من طبيعة الحال اللي بغا يدير الخيط على جوج على هذا انا كنديرو على واحد. كما شفتو غنحزمو. دابا البنات غنوريكم هنا، غنجيو من الظهر من طبيعة الحال باش كنثبتو البنات الخيط ديالنا. نجيو هنا في الوسط، انا غنخدم لكم بهاد الحبات ديال الكريستال اللي عندي محلولين في الاحمر. غنهز وحده، هانتوما دابا متابعه مزيان العقيق، غنهز وحده ونجي هنا في الوسط في داك الخيط الثالث، وغندفن هاد الخيط ديال الخياطه ديالي هانتوما، ويخرج نيت في الغرزه الحشو الثالثه الوسطانيه، وغادي نجرها بحال هكا. انا كنجر هي كتمشي بلاصتها مباشره للبلاصه ديالها. نزيد عاوتاني عقيقه اخرى، نجي عاوتاني هنا في الوسط ونجي هكا كما شفتوا. خدمه زوينه والعقيق في حقه عطاها واحد المنظر اللي ما نعاودش ليكم، راه نتوما شفتوا كلشي على عينيكم. ها نتوما البنات شفتوا، شفتوا كيفاش كيجي العقيق فيها. هذا العقيق النمره ثلاثه، النمره اربعه البنات ما يجيكمش، النمره ثلاثه كتجي مزيانه. ها نتوما شفتوا على هذا الشكل هذا، ها هي جات رائعه. ها نتوما شتي كي جات. دابا انا ماشي مشكل من هنا غندوز هاد الخيط باش نوريكم هنا العقيق عاوتاني فين كندخلو. نجي هنا في القنت هذاك الفراغ البنات اللي هو اللي كنت خليت ديال واحد السلسله، هو اللي كنعمر بالعقيقه. ها هي عقيقه ذهبيه مباشره، عاوتاني كنخشي هنا ما بين هاد الاعمده وكنخرج للجهه الاخرى على هاد الشكل هذا. هاي كتمشي نيشان هذيك العقيقه كتمشي للبلاصه ديالها. هانتوما هانتوما شفتوا العقيقه مباشره كتمشي للبلاصه المخصصه ليها. هانتوما البنات صافي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف. المهم في الاخير فاش كنكملوا حنا كنحصلوا على هذا الشكل النهائي، كتجي زوينه بزاف البنات غير ديروها. وفي حقها انا شي مرات ملي كندير غير سفيفات بحال هكايا كنلقى البنات بانهم وضفوها بواحد الطريقه اللي هي زوينه زوينه البنات. كنتمنى في حقها تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها في الموديلات ديالكم علاش لا. وما تنساوش تعليق، كتبوا لي كيف جاتكم واش عجبتكم اولا لا. والرقم الواتساب ديالي دائما في صندوق الوصف، اللي بغات شي حاجه مرحبا، واللي بغات تخدم البنات تصل بيا مباشره، ما تتصلش فيا في الواتساب. يلا الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.